هل ترغب بتعلم أساسيات التحسين لمحركات البحث؟ وكيف يمكنك تتبع وفهم وتحليل زيارات موقعك بأدق صورة ممكنة؟ ماذا عن تواجدك على العالم الافتراضي من موقع وتطبيق وصفحات وقنوات وغيره؟ كيف يجب أن يكون؟ أنا جودة الشماس، سأكون معكم في هذا التخصص المكون من 3 دورات والمقدم من منصة إدراك وبالتعاون مع مهارات من جوجل، لنتعلم سوية أفضل ممارسات التسويق الرقمي. سجل الآن. شفنا على الشاشة قبل قليل الأستاذ جودة الشماس، وهو اختصاصي ومستشار ومدرب في مجال التسويق الرقمي، في فيديو تعريفي لمحتوى على منصة إدراك اللي بنحكي عنها كل أحد، وبنتناول أحد المحتويات اللي موجودة على منصة إدراك لحتى نتحدث عنها. والأستاذ جودة عم أسس وفي له تقريبا 100 درس في التسويق الرقمي على منصة إدراك، راح نتحدث عنها أكثر. أهلا وسهلا أستاذ، شرفت فيك وصباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. صباح الخير للمشاهدين. اهلا وسهلا استاذ. قبل ما ندخل في المحتوى على منصه ادراك، بنحب نعرف التسويق الرقمي، يعني نعطي هيك نظره عامه بالنسبه للاشخاص اللي ما بيعرفوه. اوكي هيثم، هلا بشكل عام اللي عم بيصير معنا كبني ادمين تقريبا عم نعيش بعالمين، العالم اللي هو اللي احنا معروف بالنسبه لنا، والعالم الرقمي. نعم. اللي هو طبعا عم نقضي وقت طويل فيه، عن من تطبيقات، من سوشيال ميديا، من يوتيوب الى اخره. فصار هذا التواجد مهم جدا انه المسوقين يوصلوا للناس عليه. اللي بيحاول اي شخص دائما بالتسويق يحصل عليه هو اهتمام الناس او انتباههم، الاتنشن. فصار هلا انتباه الناس بشكل كثير كبير على القنوات الرقميه. نعم. عشان هيك التسويق الرقمي صار معناته أنه أنا أكون موجود مع الناس في هالقنوات الرقمية وأتواصل معهم. نعم أستاذ، نحن عم نشوف أنه الأوفلاين عم بيختفي نوعا ما، يعني الجرايد عم تختفي. نعم. البروشورات، البوسترات، أي شيء أوفلاين كدعاية، البرس ميديا كلها عم تختفي. نعم. شوي شوي والانتقال كله عم بصير على الأونلاين. هل هذا يعني أنه نحن مثلا بعد زمن معين إذا أنت مش موجود على الأونلاين أنت فعليا مش موجود؟ بدون شك، بدون شك التواجد على العالم الرقمي صار ضرورة، يعني ما فيها جدال. وبالنسبة للمقارنة بين الإعلانات التقليدية والإعلانات الرقمية، صارت الناس تفضل إنها تعمل استهداف بشكل أفضل عن طريق القنوات الرقمية، وبتقدر تتحكم بالتكلفة، وممكن كمان نقيس النتائج بشكل مباشر. نعم. بعكس اللي عم بيصير مع القنوات التقليدية. نعم. هو بدون شك التواجد أصبح يعني ضرورة ملحة يعني. حلو. طب أستاذ احكي لنا لو سمحت عن المحتوى على إدراك، يعني كيف جاءت الفكرة وشو المحتوى اللي اشتغلتوا عليه، كيف دققتوا مثل ما عرفت؟ نعم. من حضرتك. نعم. إنه نعم. كمان مدقق من جوجل. نعم. وهو أيضا يعني برعاية جوجل. نعم. فكيف سويتوا المحتوى وشو هو المحتوى أصلا؟ ممتاز. كان الفكرة من أقل من سنة تقريبا إنه نطلع بتخصص بيحكي عن التسويق الرقمي، طبعا يكون باللغة العربية، مدعوم من برنامج مهارات من جوجل وبالتعاون مع إدراك. فبدينا نشتغل على 3 دورات، حاولنا يكون المحتوى فيها بسيط وسهل لأي شخص بده يدخل بهذا المجال. في واحدة من الدورات عم نحكي عن التواجد الرقمي، يعني كيف نعمل ويب سايت بطريقة بسيطة، كيف يكون تواجدنا على منصات التواصل الاجتماعي، كيف يكون التطبيق إلى آخره. دورة عم تحكي عن التواجد الرقمي. دورة تانية عم تحكي عن التحسين لمحركات البحث، يعني كيف ممكن إحنا نكون ضمن النتائج الأولى على جوجل لما ناس بيبحثوا عن الخدمات والمنتجات اللي بنقدمها. نعم. والدورة الثالثة عن التحليل الرقمي. حلو. التحليل، كيف نعرف أن نتائجنا كويسة، كيف نحط نتائج، نقيس كل إشي عم بيصير معنا ونعمل تحسين مستمر على هذا التواجد. نعم، جميل جدا. هاي 3 دورات يعني. نعم. بشكل عام. جميل جميل. بجوز هذا المحتوى خصوصا باللغة العربية أستاذ مش موجود، يعني على الأغلب الأشخاص اللي مهتمين في هذا الموضوع أو اللي حابين يتعلموا بتجهوا للدورات الخاصة، ففعليا هي محتوى ثري جدا. صحيح صحيح. أولا خلينا نقول إنه للأسف المحتوى العربي مش كتير بشكل عام على الإنترنت، وحاولنا صراحة بهذا التخصص إنه يكون في محتوى أولا المعلومات فيه دقيقة بأكبر شكل ممكن، تم تدقيقها من أكثر من شخص، لأنه للأسف الناس مرات عم تلجأ لبعض المحتوى اللي بيكون مش دقيق خلينا نقول. نعم. فما بأخذوا المعلومة بشكل صحيح. فهون إجا التعاون مع أكثر من جهة من ضمنهم جوجل بحيث نتأكد إنه المحتوى المقدم للناس يكون دقيق. وبالمناسبة المحتوى هذا مجاني، متوفر للناس بأي وقت،
فبعطي كمان شوية أريحية، إنه بتعرف كيف مش كل الناس بيقدروا كمان أولاً يدفعوا ثمن الدورات، صح. ثانياً مش دائماً وقتهم بيسمح، فبالنسبة لهم هلأ ممكن يتعلموا بشكل مجاني في أي وقت. جميل جميل جداً. أستاذ، بحب أعرف مين بيستفيد من هذا المحتوى، وكيف هذا المحتوى ممكن يخلق فرص عمل؟ ممتاز ممتاز. هذا المحتوى طبعا بيخدم اكثر من قطاع. اول قطاع بيخدمه الخريجين وحتى الطلاب اللي بيحاولوا يفتحوا لحالهم ابواب جديده، يعني ممكن حتى اي شخص يصير بعد ما يتعلم هذا التخصص يصير يقدم هاي الخدمه للاعمال الموجوده في الاردن او خارج الاردن. هاي اول قطاع. القطاع الثاني قطاع الاعمال، يعني احنا بنعرف هلا بجوز الظروف الاقتصاديه صعبه، الكل بيحاول يفتح ابواب جديده من بلاد جديده يجيب زوار، فهذا كمان التخصص بيساعد الناس اللي عندهم اعمال انهم يفتحوا ويعملوا تسويق لناس خارج الاردن. نعم. بالاضافه لاي شخص عنده فضول وانه يتعلم عن التسويق الرقمي. نعم نعم، جميل جدا. استاذ، يعني بشكل عام التسويق الرقمي شو بحتاج؟ يعني شخص مشان يفهمه، اي شخص عادي حابب انه يفهم التسويق الرقمي، شو بحتاج لحتى الواحد يفهمه؟ هو فعليا بحتاج نوعيه شخصيه اكثر من معلومات معينه. اي شخص بلمس انه في عنده القدره على اقناع الناس، القدره على البيع بشكل عام، يعني بيفكر بطريقه تسويقيه، اذا كان خلينا نحكي عقله تسويقي، حلو. هذا هو المتطلب الوحيد، عدا عن ذلك ما في دراسه معينه مطلوبه بحيث انه الناس تستفيد من هذا التخصص. حلو. استاذ، اكيد كمان يعني في مهارات ثانيه متعلقه بالتسويق الرقمي ممكن اذا الشخص وهو ما بيعرف يمارسها يكون كونكتد او يكون مشبوك مع اشخاص بيعملوها، زي التصوير، الجرافيك ديزاين. نعم. المونتاج، الاشياء اللي بيحتاجها اصلا مشان يسوقها على الاونلاين. بالضبط. هلا هي مره ثانيه الفكره من هذا التخصص انه يعرف الشخص شو كل الاشياء اللي عم تلزمه. وممكن يعرف انه بيلزمه مصور محترف حتى يعمل صور منيحه، شخص شاطر بالفيديوز حتى ينتج محتوى مرئي ممتاز. فهي زي ما قلت لك بنحاول بهذا التخصص نعطي الناس الصورة الكاملة حتى يعرف شو بيلزمه من مهارات وشو بيلزمه من ناس بروفيشنالز يتعامل معهم. حلو حلو كثير. استاذ جودات، كثير بحب اعرف عن الوحدات اللي في المحتوى، يعني نعم. بشكل عام ايش نعم. هي الاشياء الاساسيه والرئيسيه اللي قدمتها؟ ممتاز. يعني زي ما قلنا حاولنا نبسط امور الويب سايت، فاي شخص ممكن هلا يتعلم كيف يعمل ويب سايت لوحده بدون اي مساعده اي شخص تقني. وكيف كمان نعمل تواجد رقمي باماكن ثانيه، كيف مثلا اليوتيوب شانل كيف نعملها تحسين، كيف نشتغل على الفيديوز، كيف نكون ضمن النتائج الأولى كمان باليوتيوب، بالإضافة لموضوع التسويق على محركات البحث. هذا موضوع كتير مهم صراحة، بشعر كثير من الناس مش عم بعطوه الأهمية الكافية. نعم. كلياتنا نستخدم السيرش انجنز أو محركات البحث، بس قليل منا بيهتم إنه يكون له تواجد صحيح على السيرش انجنز، فركزنا على هاي الجزئية بشكل كبير. وزي ما قلت لك بالنهاية موضوع التحليل الرقمي، كيف نتأكد إنه إحنا ماشيين على الطريق الصحيح.